الحرب الإرهابية على سوريا سحبت أوزارها عن كثير من المناطق في سوريا، إلا أنها تركت آثارها المؤلمة على أجساد أشخاص وربما ندبات أنهكت أرواحهم. محمد حسين غالب ابن مدينة السلمية عاش تجربته المريرة مع مخلفات المجموعات الإرهابية في الريف الغربي للمدينة، لكن عيناه بقيت ترصدان الحياة محاولاً الاستمرار رغم الألم. اتصاب بتاريخ 2014 بجبهة المزارعة بجبهة الغربية غرب السلمية، جرى أبو ناسفة عن طريق المسلحين ومخلفات المسلحين ضمن اشتباك طال كل الليل. وبعد ما انتهى اشتباك زرعوا عبوات ناسفة وسحبوا، ونحن تقدمنا وصابوا بالأبو ناسفة. أنا قدمت طرفي وأصبعي وشوية جروحة اللي راح روحه قدام الوطن، أنا ما نقدم شيء مثله، هو بالنسبة له ولا شيء قدمه لكرامة لهالوطن. هاي قضيتنا اللي عم نشتغل عليها. تجارب أخرى كانت لحظة انفجار لغم من مخلفات الإرهاب كفيلة بتحويل مسار حياتهم، ولكل منهم قصته. صابت بريف على الشرقي بالمهدوم من بلغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية، أدى إلى بتر أجري اليمين من فوق الركبة، شظايا عديدة بالجسم، جميع أنحاء الجسم ضياع مادة بجميع أنحاء الجسم، والحمد لله عن كل شيء. شرق مدينة السلامية كانوا يزرعوا عبوات ناسفة الإرهابيين لاستهداف المدنية والعسكرية. رغم إصابتي أنا ما خففت من عزيمتنا، ولحد الآن نحن موجودين، وإذا بدنا نحن منقاتل معين ونحن في ده الوطن. أنا رغم إصابتي مستعد أرجع، وجرحي نفسه مستعد أرجع قاتل مع الصفوف الجيش، لأنه أنا راحوا جرياتي مشان وطني وشرفي وعرضي. رغم قسوة تجربتهم إلا أن الأمل بقي روحا تسكنهم، كسروا القيود الاجتماعية وكانوا أبطال قصتنا يروون تجاربهم، علها تكون حافزا لتوخي الخطر الذي زرعه الإرهاب بين أقدامهم.